السلام عليكم، الله يرضى عليكم. اليوم حابة أعمل لكم عجينة زي عجينة المطبق، زي عجينة السفيحة اليافاوية، يعني عجينة رقيقة كتير 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 منيحة، بتستفيدي منها بشغلات كتير. يعني راح أعملها لسبانخ أو للحمة وبصل أو لجبنة لحالها، يعني هيك. اوكي، فانا بدي احكي لك المقادير. 3 كوبايات ونص حطينا من الطحين بهاي الكوبايه، شايفه؟ بنحط عليهم معلقه صغيره ملح، شايفه؟ معلقه صغيره من السكر، بعدين بحط انا معلقه كبيره اكل من حليب البودره، في ناس بحطوا كمان خل اذا بدك. انا راح احط 3 معالق من الزيت الزيتون، 3 معالق فقط، شايفة؟ وهلأ بدنا نعجنهم مع بعض ونضيف عليهم المي بالتدريج. بدنا حوالي كوباية ونص تقريبا، كوباية وربع مي، يعني ما تضيف المي دفعة واحدة، انتبهي. هاي المقادير. اثناء العجن انا بشوي شوي انا حركنا المواد الجافه كلها، بدنا نضيف الميه بالتدريج ونعجن. اوكي، نشوف العجينه قوامها، ما بدنا اياها مرقه ولا بدنا اياها جامده، يعني ممسوكه بس ما تلزق بالايدين. هدول كوبايه من المي، شوفي انا بدي اتركها هلا هيك، اخذت المي، بدي اياها يعني الطحين يتشرب الميه، بعدين بتركها هيك 5 دقائق، بعدين برجع بعجنها. اخذت كوبايه ونص من المي، لساتها مدبقه طبعا، ما بدنا اياها هيك، احنا بدي اياها، بدي اعجنها، اعجنها لمده 5 دقائق او اكثر، يعني كل ما عجنتيها اكثر كل ما كل ما كان احسن، كل ما ارتاحت تكون احسن. اوكي، هلا راح اتريحها هيك 5 دقائق وبعدين ارجع اعجنها مزبوط مزبوط. هلا بعد ما ريحناها 5 دقائق، هلا بدي اعجنها كمان 5 دقائق. اوكي، شايفه؟ كل ما عجناها كل ما بتصير بتريحك بعدين بالشغل، شايفه؟ بدنا نعجنها اكمل انا ال5 دقائق، بس حبيت ارجيكي لازم تتعجن مزبوط. هلا خلص الوقت، شايفه احلاها؟ لساتها مدبقه شوي، ما بصير تلزق بالايدين، انا ما بدي اياها تلزق بالايدين، رح اضلني اعجنها. اذا شفتيها كثير مدبقه بتقدر تضيفي لها معلقه طحين، اوكي؟ اذا شفتيها كثير، بس انا بدي اشوف كيف هلا اجمالا، اجمالا منيحه، يعني متماسكه، ما بدنا اياها تكون جامده ولا بدنا اياها طريه كثير، تصور كويسه هيك. اوكي؟ عجنها كمان هيك دقيقة وبعدين اقيمها. انا هون دهنت هذا الصحن زيت، بدي احطه فيه واغطيها واتركها بمحلها، بدي اعملها كمان دقيقة عجينة. بقول لك اذا شفتيها طرية حطي لها معلقة طحين، معلقتين، ما تكتري. شايفة؟ حطيت لها انا معلقة صغيرة، معلقة اكل طحين، بدي احركها مزبوط كمان مرة، بديها تكون متماسكة. خلصنا العجينة، شكلها كتير حلو، شوفي كيف بتموت، بس أنا بدي أخليها ترتاح. حطينا زيت في الصحن، راح أحط عليها شوية زيت على وجهها، أتركها ترتاح، أغطيها. كل ما ارتاحت، يعني حتى لو تعملتيها قبل بليلة، قبل بيوم، الصبح اشتغلتي فيها بيكون منيح، يعني على الأقل 2 3 4 قد ما بتقدري، قد ما بتقدري تفضي اشتغلي فيها، بس تكوني حضرتي الحشوات اللي بدك تعمليها. هاي الحشوة لحمة وبصل، اللي بدنا نعمل اذا بدنا نعمل السفيحة اليافوية، شايفة؟ بتحطي لها سماق كمان، هذا اختياري، انا حطيت ملح وفلفل وبهار وهيل، شايفة؟ بدي اقلبهم مزبوط مزبوط، تقلبوا يعني ستويت البصلة واللحمة. هلا اذا بتحبي تحطي شوية سماق هذا اختياري، انا راح احط شوي مش كتير. اوكي، هذا للسفيحة اليافوية، انا بحضر الحشوات عادي. اوكي، بتحبي هون تضيفي لوز، صنوبر،
في ناس بيضيفوا صنوبر، يعني كانوا من زمان يحطوا صنوبر يعني كمية في قلبها كمان بصير. برجع إليك شوفي العجينة لأنها ارتاحت منيح. هلأ أنا بدي أقطعها قطع، يعني أحاول جهدي ما أخليها كبيرة كتير كتير ولا صغيرة صغيرة، يعني قد ما يعني بدك إياها أنت. برجع إليك. هلأ بدنا نعمل مثلا العجينة اليافوية هاي الرقيقة، نعمليها هيك كوار وبعدين بدنا نرقها على الزيت. اوكي انا بدي اقطعها هلا، احطها هون على الصينيه فيها زيت واتركها ترتاح كمان نص ساعه. كل ما ارتاحت العجينه كل ما كان احسن، يعني بعد ما تعجنيها خليها ترتاح، بعد ما تقطعيها خليها ترتاح. اوكي اتصور هذا الحجم منيح. شوفي العجينه ما شاء الله ما شاء الله بتجنن، شوف ما احلاها، كثير حلوه. يعني هيك خليها مرتبه وبعدين بنغطها بالزيت ونخليها مغطية، مو بنغطها بزيت يعني بنخليها هيك. شوفي بس كبيرة هاي، هيعتها هيك شايفة. أنا بحبش أشتغل في الكفوف على فكرة، ما بحس حالي بحس في العجينة، شايفة. عمليها هيك وفوتيها هيك، عمليها زي الطابة هيك، هاي كبيرة يمكن. شوفتيهم لجوا هيك، تعمليها هيك شوفي، قيمة الزايد. يلا بنقطعها وبنخليها ترتاح. في طريقتين لرقها هاي العجينة اليافوية هادي الصفيحة. في كانت بنت حماي مثلا وحماتي وهيك يرقوها على زيت، زيت عادي هيك، يحطوا زيت زيتون او يخلطوا زيت زيتون مع زيت عادي شايفه، وبعدين يرقوه لما تصير هيك رقيقه. اما في ناس كمان يعني كانت جارتنا تعملها بطحين تخلط معاه نشا وتفردها على الطاوله وبعدين يعني ترشها شوية زيت وتشتغل فيها، فكانت ترق معاها كتير حلو. فأنا رح أعمل الطريقتين اليوم، رح أعمل طريقة بالنشا والطحين ورح أعمل طريقة بالزيت، ونشوف أني اللي أحسن بالنسبة لكم، يعني إيش بتفضلوا أنتو. شايفة هاي منيحة ممتازة. خلص أنا بدي أرش شوية من النشا والطحين على الطاولة هيك، وأجيب قطعة العجينة أحط عليها كمان طحين وبدي أرقها في المرق. شايفة؟ إذا عندك مرق من الرفيع هذا اللي هيك صغير كان هالقد رفيع بيكون كمان منيح. أوكي؟ هلا بضلني أرقها لما تصير رقيقة كتير. هو على الرخامة أفضل، أنا بفضل على الرخامة، بس الرخامة شوية ضيقة عندي. بتخليها دويرة دائرة. أنا قطعت القطع صغار لأنه ما بدي إياهم كتير كتير كبار. شوفي قديش رقيقة العجينة، شايف ما احلاها. هلا هاي كثير منيحه. هلا انا بدي قيمي كل الجوانب هيك تكون معك كلها رقيقه كثير. انا هعمل لك وحده بالزيت يعني، بس انا بدي ارجيكي انه في طرق ثانيه غير اللي بنعرفها، اللي بالزيت دائما تعبي ايديكي زيت والطاوله وبعدين ترقي فيها، كمان حلوه هديك. بس لاحظت هاي بتطلع ارق معاكي. اوكي هلا بدنا نحشي ونلف. هلا بنقصها من النص، ممكن تقصيها هيك من النص شوفي هيك، وبعدين نحط الحشوه. يعني ممكن تمسكيها بايدك الحشوه اذا بدك، اذا متضايقه يعني كنت تحطيها على الجنب هيك على الطرف.
إذا في عندك صنوبر حطي، بصير زاكي كمان معها. في ناس ما بيحطوا سماء، أنا بحب أحط فيها سماء، بيخففوا الحشوة تاعتها. شايفة محل ما قصيناها، تعبيها. كانت تيجي بنت حماية عنا حبيبتي الله يرحمها يا رب، تعملنا إياها، تقول وقفوا معاي لفوا بس هاي، اعملي هيك، تعلمنا الله يرحمهم. هالكبار كانوا مع أحلاهم، احنا صرنا كبار كمان، صرنا نعلم. شايفة؟ بس كانت تعمله بالزيت هي، شايفة كيف بتلفيها هيك؟ لفيها لفيها. سكري من هون ومن هون. شايفه واضح عندك ولا مش واضح؟ يا رب يكون واضح. بعدين سكري جنابها هيك، بعدين كانت تلفها هيك وتحطها فيه. وطبعا نرشها بالزيت هلا ونحطها في صينيه المدهونه. اوكي جمع احلاها. نعمل هاي، يمكن انا مكتره بس منيح احسن. هاي كيك سكريها على جنب، عليها نلفيها هيك. إذا شفتيها كتيرة ممكن نعملها ثلاث قطع. هاي كان لازم تشتروا لي هاي. ها شايفة لأن تطلع خميلة، ما بدنا تطلع خميلة. اوكي بعدين بتلفيها. فيها مزبوط. إذا في هون زايد حطيه من تحت شوي. شايفة؟ أما أحلاها. هيك واحدة بالزيت، شوفي بتجيبي من المخمرة هيك، حطي زيت على ايديكي وزيت على الطاولة، امسحي الطاولة بزيت. شايفة؟ بعدين بتحطيها وتضلي تعملي هيك، حاولي تنطيها. هي كل ما هاي العجينة كل ما ارتاحت كل ما كانت أحسن. يعني أنا عملتها من الصبح بكير أو قبل بيوم مثلا تعمليها، وبدك على الغداء بتكون مرتاحه العجينه انت بتحضري الحشوه، فبتعمليها من احلى ما يمكن. شايفه لازم تضلها طريه، تمديها قد ما بتقدري. شايفه بس كان القطعه اكبر تكون، انا حطيتها صغيره. ما يكون عندك اظافر ماما ديري بالك، اذا في اظافر بمزعوا لك اياها العجينه. حاولي من الوسط لانه الوسط خميل، وروحي للجناب من الوسط وروحي للجناب. بخبز انا السفيح اللف بس شوي شعطتهم، انا اسفه بس كثير كثير شكلهم بجنن. بس هيك يا مأمر تأمر شوي معي. اوكي هو لازم الفرن حامي 10 دقايق فقط. اوكي صحة وعافية. الصينية الثانية شايفة بس 10 دقايق. طلعناها من الفرن، شايفة؟ شوفي ما احلاها. انا بدي ارجيكي القاع، شوفي كيف، شوف مجنن مستوي. وهلا يعني من شوفي تحت كيف. هلا بنتركهم ليبردوا شوي عشان نعرف نقسم وناكل. اوكي
شوفي الفرق بين هدول اللي سويناهم بالطحين وهدول اللي سويناهم بالزيت، يعني اصغر شوي طلعوا. انا مقطعه العجينه غلط ولا يهمكم. صحه وعافيه قلوبنا وقلوبكم، وكل سنه وانتم سالمين يا رب. حبيباتي شوفي ما احلى، والله بتضيف لملوك عن جد. شوفي ما احلى هدول هيك شوي تامروا معي، بس زاكين بيطلعوا كثير حتى لو قلقشين شوي. شوفي ما احلى، يا الله شو مبسوط عليهم. يا ريتكم معي. صحه وعافيه قلوبنا وقلوبكم ماما حبيباتي، الله يرضى عليكم.